يلا رحمة ونصيف زيتون ألف ألف مبروك وبرافو عليكم أنكم تكتمتم أكتر وقت ممكن، علشان بصراحة العلاقات لازم تاخد وقتها بين الطرفين قبل ما تظهر للناس، لأنه ساعات الناس بتبوظ العلاقات للأسف. فمبروك ليكم وإن شاء الله أنا حصلكم قريب وتسمعوا عني خبر برضو وتبقوا تباركولي وحستنى المباركة بتاعتكم. أنا مش عارفة إيه علاقة شامة، إيه علاقة الانفصال بالشغل؟ لا خالص شامة، إيه ربط الحاجات ببعضها؟ لا 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 لا، انا زوجي السابق كان حقيقة داعم ليا جدا في شغلي وكان بيقف معايا وكان بيستحمل مشاكل شغل كتير جدا ملهوش علاقة. احتفل غدا الاربعاء النجمة بشرى بحفل زفافها على خالد محمود حميد، واكدت النجمة ان حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والاصدقاء وسيقام في الساحل الشمالي. وطرحت امس بشرى اغنية بيني وبينك، كلمة من كلمات محمد ابراهيم، ورؤية فنية سيف عرابي، توزيع وميكسر عبد الله هيمن. وكان اخر اعمال بشرى فيلم اولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة علا غانم، خالد سرحان، مع نجوم اولاد حريم كريم عمرو عبد الجليل، بالاضافة الى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داوود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز، واخراج علي ادريس.